خلاص خلاص خلاص. الحين نجرب ايس كريم بالماتشا مرة. هذا هو مني. شوفوا اسمعي ما يتدخل خلاص. الله يبشر. انتكم الحين من الظهر، لا مو من الظهر لسه الساعة 10 الصباح، بس اني قلت بجهز شنطة الميك اب لاني ما راح اسوي الميك اب من البيت، باخذه واسويه لو رحنا المطعم لان حنروح من بدري والايفنت يمكن الساعة 9. فتخيلوا نطلع من الساعة 5 العصر ونوصل الساعة 9 الميك اب راح يتاكسد ويصير خايس وكل شيء. احط اشياء كلها اللي احتاجها هنا، وباخذ هذه الشنطة مايكل كورس مايكل، كنت بقول كروكس واضح العشق حق الكروكس. باخذ هذه الشنطه صراحه سرقتها من ماما يعني، بس ان شاء الله اشوف الفلوق يا رب. هي صح تشوفني بكره اصلا. او ماي جاد نسيت. يب بحطها هنا عشان لا انسى. انا حماره والله حنسى، حروح بدون شنطه والنظاره. يمكن اخذ هذه بلبس هذه في العصر احنا ورايحين. شوفوا طقمي كم بكره، يمكن اجيكم في السياره ما ادري، لما احقون من النوم كنت حقون مره خلاقي قافله، فبجيكم بالسياره. الجو جينا نتغدى اول شيء، جينا نتغدى نتغدى. الجوع ابغى اكل. بغيت ايش؟ والله كنت بقرب، والله كنت بقرب، كنت بشرب والله. تذبح؟ كلنا قاعدين نستنى احد ياكل عشان ناكل بعده. هذا مودان برا. يلا كرم كل اول شيء انت. كلكم. ماما اكلت. ماما فاطمة. ذهب الضمة، ثبت الاجر ان شاء الله. بقول ذهب الاجر. يلا نشرب. طبعا قاعد نزلنا السيارة بتجهز الحين. بعد الحين راح اسوق. يلا صوت الدوج مع زين. تخيلوا انا اسوق، احس والله مره حلو الشعور. مره صغير انت، الدركسون اكبر منك. الدركسون اصغر مني. سنة ان شاء الله واسوق. دوجو. من الحين بعدين الحين كنا اللي كنا البزورة اللي اهلها منزل من السيارة يقوموا يجلسوا هنا. تجلس امثل انا ما اسوق من جد يعني. عشان ليس يتم القبضة يعني، بس جالسة في مكان بابا عشان المراية هنا، عشان هذا يشغل اللمبة شغالة. حتى اذا طفيت. كذاب. شوف. ما قاعد الا هنا في كمان لا يجون الحين الناس يطالعوا يحسبوني انا تدري امس مره كنت محتاره ايش احط ميك اب، بس خلاص اليوم يعني قررت ما بحط ميك اب كثير. كريس كله كذا يلا مره. انا ما انا اقول محتاره مو انه يعني يا الله. طب انا بجد محتاره امس كنت مره يعني، حتى كنت اسال متابعيني يعني. المهم جايز طبعا هذا الكونسيلر اللي انا مره احبه حق هدى بيوتي، يو نو هذا هو. خلاص حماره خلاص كرم، خلاص كرم يا حماره. فك الطاقه، لا تفك الطاقه، ما ابغى الهواء يبان يا كرم. الصوت خلاص. قفل كرم، قفل، ما ابغى عصب كرم. قفل قفل كرم، خلاص كرم قفل يا كرم. قفل الصوت، ما ارفس امها مو بس اليوم صح كرم. عيب الكلام هذا هذا. حط الكونسيلر هذا بعد ما رفعت العيون. خلاص كرم كرم اجلس بالله هنا، لو سمحت اجلس هنا. خلاص جوج ما يتدخل. خلاص خلاص جوج ما يتدخل. والله ما اعرف اللقطة. هاي ماما تشوف الفلوقة يلا اوريك. راح احط هذا الكونسيلر انه مرة خفيف. منين اقول لهم ليه؟ الحين راح احط الكونسيلر، هو خفيف ترى هذا حق هدى بيوتي مرة خفيف. وبحط كذا مناطق اللي احس انها تحتاج كونسيلر. مناطق طيب ايش اسمها يعني؟ اسكت دقيقة ما رايي اسكت، قول ماكل خاصة.
يصير نفسه غبية بس عشان الكلمات بتحترف. اثنين في واحد. او ماي جاد في رموش تحت. هذا الكونسيلر هذا يقدر تستخدموه للفونديشن، يقدر تستخدموه كونسيلر، بس انا حاستعمله كذا، ححط نقطه عشان بس كذا يبين اني حاطه كونسيلر. كرم بالله خليني اعيش الدور، بالله اجلس هنا، خليني نمثل، خليني نمثل، يلا انت اجلس انا كذا كاني امك، كاني امك رايح المكان. يلا 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 تبيني انا ولدك الصغير احب ازعجك. يلا خلاص. طيب يا جوي جوي التمثيل. انا ولدك زاحف شوي. انت لو ولدي حتبرى منك. انت لو امي. كلام خلاص، في كلام كثير. اه صح نزيد بي. راح احط بلاشر حق نوت ستيكس هذا. او ماي جاد نسيت اجيب الشباصات، فخلاص بسوي كذا. معليش على المنظر يعني. خلاص يضحك. لك في حادث والله. في حادث تشتغل. اوكي حطيت البليشر. ما انا ابغى اصور تيك توك. تيك توك بدنا ندخل هذا الايفنت. صراحه انا مره مبسوطه، هذا ثاني ايفنت اروحه في السنه هذه، سنه 2024 ثاني ايفنت اروحه. لا مو الثالث والله، الثالث حتى في ايفنت رحتي انت. ايت شفتي اللي في جده؟ أيه؟ اللي قبله لما جيت، لما وديناك هنا اللي قبله. طيب اللي بعده، اللي قبله بنت. كان والله تسوق مال. ثاني بنت اروح تقريبا. صراحه انا مره مبسوطه، ان شاء الله يا رب يعني اروح بنتات حقت الميك اب عشان اصور لكم هناك. انا مره يعني فرحانه جدا. نسيت اللوس باودر. يا رب انه هنا، يا رب. النور لقيته. عكس اللمبه هنا. مال يا حمار. طيلان انا كذا خفيف نونو ندفى سعيلة تو كذا ندفى. خلاص ما يضحك. خلاص 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 خلاص. انا نسيت مرطب الشفايف، فللاسف اني حرطب الشفايف بمرطب عيون. والله حرطب بمرطب العيون حقي هذا، اكيد تعرفه صح؟ شكرا قسالة قسالة. والله مزح معك كرم، والله مزح معك يعني. الواحد ما يمزح يا كرم. انت كيف قاعد تضربني؟ طيب يا كرم خلاص خلاص والله اسف، والله الله اسف. خلاص خلاص زلعناك. يلا يا ولد بحدد شفايفي بحدد بني. تدري هناك يمكن يكون في مشاهير عشان كذا شوي انا خايفه بلا قلق. فا تخيل شكلي وانا كذا جوا اصور فلوج. والله 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 ترى اطلع فوق جوجو هاي، اطلع فوق. امزح 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 خلاص. حجي اثنين. ما ادري. طيب دحين طريقة الدمج بنات، احلى دمج في العالم لا بالفرشة لا بالبيوتي بلندر ولا بشيء. احلى دمج بايش؟ الاصبع. هو احسن شيء ممكن هو احسن شيء ممكن تدمجه، هو افضل شيء ممكن تدمجه بيه الاصبع. والله العظيم كذا يبان كذا سموث سموث. بقول لك تكسب دقيقه كذا، قاعد بخلص الميك اب واجيكم. كذا خلصنا الميك اب. شوف الاجواء. طبعا الحين لسه بنروح قبل الايفنت، بنروح نشتري عبايات من سوق الشاطئ، بنشوف هناك العبايات عندهم. بجيت سوق الشاطئ لازم اروح كل سنه، حتى لو اشتريت مليون عبايه لازم اروح سوق الشاطئ. اكيد تتذكروا المحل هذا صح؟ ما حد يتذكره الا الاساطير اللي اول قد اشتريت من عندهم عبايه. تخيلوا انه فكوا محل هذا، يعني نفس الناس بس فكوا فرع كذا محل. حرفيا احس اني فرحانه وانا مال امي صراحه يعني، بس اني مره فرحانه كذا وفخوره فيهم. والله الناس اللي كنت تشتري منهم عبايات وكذا فكوا محل. شوف هذا مكان قدام كسرات الشاطئ، حل الموضة للعباية. أحلى مكان عبايات بنات، أسعاره رهيبة وأشكاله خرافية. وأنا هذا مو إعلان،
بس قاعد اقول لكم عشان انا اشتريت عبايه حق العيد من هنا، من ضمن عبايات العيد اشتريتها من هنا. جن العبايات رهيبه رهيبه مره. شوف انا اخذت عبايه زي هذه، طيب اخذت واحده زي كذا، شوف كيف الديزاين. اخذت من هذه، تخيل انه العبايات خاص كلها على نص السعر كذا، كلها خصم 40%. زي هذه العبايه حمركم هي لبستها اصلا انا. شوف اخذت هذه، شوفوا زي كذا هذه حلوه. لا لا طبعا وصلنا الايفنت دحين رايحين. شوفوا شنطتي الحمد لله ما نسيتها، كنت بنساها. بنات والله اني مره خايفه، خايفه مره راسي مستهيه. خلاص الوضع طبيعي، الوضع طبيعي، راح احاول اتعود عشان انا اليوم ما بخش احمد ربي. كرم اول مره يجي معايا ايفنت، هل انت متحمس؟ يس، لانه هذه دعوه، انا جاتني دعوه انه يلا دعوه خاصه جوج عبد اللطيف. يلا حنا اوريكم الايفنت من جوا. وصلنا يلا نبدا ندخل، بس انا مره متحمسه. السيارات ما شاء الله هنا ما تمزح. اوكي خلاص لبسنا التيكت، اوكي لبسنا التيكت يا محمد. وصلنا الايفنت، يلا نبدا اول شيء هنا. يلا ابغى اجرب الماتشا، اول شيء بجرب الماتشا ماني صلاح، هذا مكان جاتني من دعوه. فيلا بجربه بقول لكم رايي. حنجرب ايس كريم بالماتشا. شكرا. شو كيف؟ اقول لهم عادي تبانو؟ يلا نجرب بسم الله. طيب؟ والله طيب جرب. تعال. والله طيب والله العظيم، خلي بابا يجرب. والله طعم. حمام بجرب الايس كريم مره ثانيه. بنات يجنن يجنن رهيب والله. ايس كريم طعم. طلبت مشروب كسر. فنشوفوا هم ما عندهم محل بس عندهم متجر. وريهم البوكس من جوا. هذا هو عندهم ماتشا بالمانجا بس ما جربتها يعني. نحن حنسوي الماتشا النورمال ولا المانجا؟ يلا هل ماتشا النورمال ولا بالمانجا؟ اخذت المشروب، جربت الايس كريم مره عجبني فباخذ المشروب. ببلع. ابداع والله. جرب جرب المانجا عندي. جرب امسك امسك بس بخلي بابا يجرب. يلا كيف؟ كيف؟ والله رهيب. عجبك؟ مره لذيذ. كم تقيمه؟ هذا بالمانجا صح؟ في ماتشا بالمانجا، خلينا نجرب المانجا يلا. تست ماتشات؟ حنطفر. نحاول نجرب الماتشا بالمانجا. كيف سوق طعمه؟ ما ادري. احس غريب. والله من جد طعم مانجا. والله والله لا يفوتكم. بنات والله على ضمانتي اشتروا الماتشا بالمانجا. تعجب؟ بلا جرب كرم جرب بسرعة. جرب 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 بسرعة. جرب والله لذيذ والله لذيذ. ما دحين يلا نبدا نطالع في الاشياء. خلصنا ماتشا الحين نشوف. هل متحمس؟ يس. انا فرحانة صراحة، بعطي نفسي هدية اني ما نسيت الشنطة في البيت. الله الله ماتشا قهوة كل شيء. يلا واحد نثى. واحد نثى. يلا طبعا هذه قهوتنا السعودية، بننا الخاص فينا وتحميصتنا الخاصة فينا. مليون مليون في الكامل، ما يحتاج تطفين عليها شيء، بس خلوها تتبور على النار من 15 ل 20 دقيقة وتجهز معاها. كيلو ونص. ايش اللي مضاف فيها غير البن؟ حيل وزعفران.
زعفران وقرنفل اللي هو المسمار وشويه زنجبيل. بنات شوفوا كيف مره الباكجينج خيال. شوف بنات هذا رقمهم بالواتساب، من جد بنات القهوه عجبت اهلي، انا ما احب القهوه فعجبتكم. شوفوا لقيت براند تيشرتات وهديات بنات رهيبه. شوفوا من كل كولكشن في اربع الوان، في الازرق وفي الرصاصي، صراحه الرصاصي اكثر شيء عجبني. شوفوا التيشرتات كيف، التيشرتات اوفر سايز قماشه حلو، والهديات هذا. شوفوا صراحه اكثر هدي عجبني هذا بنات، هذا الهدي رهيب، ما ادري طلعت فيه مره عجبني، في له دبل كاب زي كذا. شوفوا وترى الجوده حقت القماش مره كويسه. محتارين بالمقاس. شوف these are rare. خلاص بابا خلاص ناخذ هذا كويس. خلاص استكرات اخذت هذول الثلاث، وهنا خلاص اخذت الباكج. شوفوا هذا الباركود للي حاب يطلب. بيت هودي اعطوني هو، الله يسعد البنات مره عسل مره عسل. احسب بنات الرياض، سالتهم قلت لهم بنات الرياض، قالوا لا من جده، مره كذا فايب بنات الرياض. شوف بنات الساور اخر شيء الحبه ب 50 و 320 في الاندرس مول. دقيقه في الاندرس مول عندهم هذا ايش، مستكة بخور، مستكة هنا حق ريحة الاطفال، وبخور فرنسي وفواكه كذا تحطوها، ينفع كمان توزيعات. شوفوا بنات سعر العلبة تقريبا على 20، وهذا حسابه في الانستا. دقيقة هذا هو، الله شوف اعطتنا توزيعات، ما اقدر امسك. اخذنا اللي بالبودرة على شكل ريحة حلوة، خلينا نشم. مرة حلوة بودرة الأطفال، الله مرة حلوة ريحة. سوي لهم باي عادي تصوري يلا. شوف بنات التيشيرت هذا شفته صراحة، شفته في التيك توك مرة عجبني. ايوه شوفوا العلا حق جدة مرة عجبتني، مرة مرة كشوخي. عندهم هوديز، ورينا الهوديز. عندهم نجد، وايش كمان بنات، هذا هو حسابه من اللي حاب يطلب. يلا شوفوا الحين عندنا هنا براند العطور، يلا براند اسمه بابا. احنا عندنا عطرين، العطر الاول اسمه زان ورد عود وخشب الصين. ايوه العطر الثاني اسمه رصيف، مكوناته قاعده تباكو وزعفران. ايوه انا عجبني هذا مره، اللي فيه تباكو مره عجبني. يلا شوفوا هذا حسابهم في الانستا. شوفوا عبايتي اليوم من اور عبايه، هذا على اساس عبايه العيد بس انا لبستها. بوريكم العباية من تحت بنات، بوريكم الهودي حقي بنات، يجنن يجنن مرة. هذا هو بحط لكم حسابهم كمان، سعره مرة كويس. يلا بنروح ناكل باخمري، عندنا هنا الباخمري بنجرب، مرة كان نفسي اجرب من بداية رمضان، الحين بنجرب الباخمري. كرمي بيتصور معه، يلا ابيض يلا عادي صور معك، يلا روح. هذا الثاني، هذا الثاني سمير، يلا صور معه بسرعه. قول لي ايش شعورك بسرعه، ايش شعورك؟ حلو رجلك تشوف اللي ترى، ايش رجلك تشوف. لا خلاص ان شاء الله كنت ضيفه خفيفه عليكم. عباية تبرق وترعد. مريح حق حق سمير، كرم بتجنن عشان تصور مع سمير. يلا دحين بنجرب، هو باخمري ومعاه شيء مو شيء شو اسمه، بطاطس عمان وجبنه. يلا بسم الله. ما طعمته. والله ميكس رهيب رهيب. كم تقيم؟ انا 10 من 10. ابدع والله ابدع.
كذا وصلنا اخر الفيديوهات. تسووا لايك سبسكرايب كومنت شير واشوفكم بالفلوق الجاي. انا بسوي واحد. يلا باي.